هلا هون رح نبدا ننتقل للداينامكس. ايش رح لازم يتوفر عندي؟ اذا كانها جوينت روتيشنال جوينت ايش بدي؟ تورك. واذا كانها بريزماتيك ايش بدي؟ فورس. ايش الايكوفالنت اللينير ايكوفالنت او ترانسليشنال ايكوفالنت للتورك؟ فورس. فانا هون صار السؤال نفس الشيء، بسال السؤال حتى انا احقق اذا عرفت الان ايش الفورسز. لازم اعرف طبعا شو الفورسز. هلا احنا لما عمالنا بنتحرك في الفضاء يمكن ما في فورسز هون الا طبعا الاحمال اللي موجوده هون، بس انا احيانا بدي اضغط على قطعه معينه، بده يكون في عندي مثلا افرض بدي امسح شباك، بده يكون في عندي ضغط معين على السفنجه حتى يتحقق هذا التورك اللي موجود هون. ايش السؤال اللي بساله الان؟ بقول شو التوركس اللي بدي احطها هون؟ شو التورك اللي بدي؟ ولذلك انا بقدر اتاكد انه الاكتويتر الموتور اللي اخترته هون بحقق التورك المطلوب، فبيقدر يحقق لي. هاي اسمها الداينامكس، الداينامكس ايكويشنز. الداينامكس ايكويشنز هم اللي بربطوا الان التورك اللي بدي احققه على الاند افكتر او الفورس او التورك مع. هلا هون طلعنا من كينماتكس، ايش رحنا؟ الداينامكس. رحنا على الداينامكس. واخر شيء اللي هو التراجكتوري بلاننج، تراجكتوري جنريشن او باث بلاننج. ما بكفي الان اني انا افكر في البوزيشن الاول والبوزيشن الاخير، بدي ارسم مسار معين. حتى ارسم هذا المسار لازم يكون في لهذا المسار بقابله بروفايل لهي الجوينت، بروفايل لهي الجوينت، بروفايل لهي الجوينت. وهدول البروفايلز لازم يكونوا سينكرونايز، مزبوط؟ اذا ما كانوا سينكرونايز البروفايلز اللي بحطهم هون ما راح يطلع معي المسار. يعني ما بينفع انه هذا يخلص المسار تبعه يخلص ان 1 سكند وهذا لسه عماله بيشتغل وبده 5 سكند، حتى ما راح يطلع معي المسار اللي بدي اياه. هدول البروفايلز اللي بدهم يكونوا هون اللي هم سبيد بروفايل والاكسلريشن بروفايل لازم يكونوا نفسهم، لازم يكونوا سينكرونايز بحيث انه هذا بيبدا وبيخلص بنفس الوقت اللي هذا بيبدا وبيخلص، بنفس الوقت اللي هذا بيبدا وبيخلص. اذا هدول اشتغلوا مع بعض كتيم ايش بتحقق عندي؟ بتحقق البروفايل. اذا هذا قرر يسرع ويستعجل شو راح يعمل؟ يخرب المسار. اوكي، فهذول لازم يكونوا سينكرونايز، وهذا اللي هو بنسميه احنا الباث بلاننج او تراجكتوري جنريشن. بدي اعمل باث معين لانه في بعض احيان انا بهمني اخط مسار معين، ما بهمني بس نقطه البدايه ونقطه النهايه. ماشي، في اسئله اخيره قبل ما نوقف؟